ليست لديهم القدرة على تمثيل أنفسهم بأنفسهم. إذن هذا هو اللي يجعل كاستينج يعني كفيلم متكامل عنده واحدة رؤية خاصة. ويعني هذه ثالث حاجة اللي أعطتها لجنة التحكيم الأهمية هي وجهة نظر خاصة للشخص المعاق، يعني أنه يمثل الشخص المعاق يتحدث عن الإعاقة، ولكن كذلك له نظراته الخاصة للسينما وهي اللي يعني دات هذاك الفارق وعطات يعني اللي بحال لما نقولوا ان كفارق هذاك عدم الامكانيات اللي كاينه في الانتاج الى اخره. فهذه النظره الخاصه وهذا الطابع الخاص هو اللي عطى القوه لهذا الفيلم، وكنتمنى باش يكون قدوه للمخرجين شباب في وضعيه اعاقه او في غير وضعيه اعاقه باش يعطينا واحد النوع ديال ما نسميه بالفيلم دامج او السينما الدامجه. يعني السينما اللي دامجه لا من ناحيه تيما ديال الافلام ديالها، دامجه لا من حيث المشاركه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه داخل الفريق، لا من حيث التمثيل ولا من حيث الجانب التقني ولا من حيث كتابه الصفاله، ودامجه كذلك اللي تكون يعني تصل الى يعني جميع انواع الجمهور بمختلف فئاته، بما في ذلك الاشخاص اللي هم عندهم الصمام او الاشخاص اللي ضعاف البصر. فهذو كلهم الافلام ديالنا خصها تكون ولوجه لهم باش اي فيلم نشوفوه. احنا المغاربه عندنا في الاحصائيات 7% ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، فخصنا نشوفوا في الفيلم لا من ناحيه ديال الفريق ديال التمثيل ولا التقنيين الى اخره، وكذلك من حيث الجمهور. السينما اللي ما يكونش فيها في واحد الفيلم تيشوفوا شخص اللي عنده ضعيف البصر وشخص اللي عنده صمام وشخص اللي عنده توحد وشخص اللي عنده انواع اخرى من الاعاقه في نفس الوقت، وان تكون الظروف التقنيه الولوجيات الفيلميه بما في ذلك من وصف سمعي او يعني سوتيتراج كود، يعني هذا الكتابه ديال الاصوات باش بالنسبه للناس اللي كيسمعوش، وتكون القاعه ديال السينما ولوجه باش الناس اللي عندهم اعاقه حركيه يتمكنوا، باش تكون عندنا واحد الفيلم اللي كنتوحدوا فيه وتمثلنا جميعا. هذا هو تنظم الدرس اللي خصنا نستوعبوا من هاد شكرا لك. اذا نمشي عند عبد المنعم قسوح مخرج العمل، كيف جاتك الفكره ديال العمل اولا؟ السلام عليكم، تحياتي للجميع، شكرا لإذاعة جهوية وجدة على الاستضافه، وشكرا استاذه ياسمين، وشكرا الدكتور حسن مكلافة مدير مهرجان اللي استقبلنا حسن استقبل مدينة الرباط وطلنا واحد الميزة خاصة. بالنسبة للفكرة، الفكرة هي واقعية، كانوا عطاونا صنعونا بالهاتف بأن هناك كاستينج مدينة السعيدية وستينج روبوت بعيد على 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 مدينة وجدة، وخاك تهدينا الطريق يعني ماديا ومعنويا باش اننا نوصل للكاستينغ، وصلنا ولكن تفاجئنا بمفاجأة وعجبنا هذيك الفكرة، وانا ندبر لها الكاستينغ مدينة السعودية، والسي مروان قال لي ديما لا ما يكونش هذا فيلم، كتبوا ونشوفوا حدا ربي يصدق يصدق، لقاش كما راه سيرك لاقي تحياتي من هنا للفريق الوطني للتأهل نصف النهائي، وسيدي لقيت لنا ظروف اللي كنا اللي ما عبرناش عليهم وهو عبر بلاصتنا، قال لك دير النية وتربح. كان ناخذ واحد نص ولا سينما في اي مجال، كناخذ واحد حاجة ونحطوها على الله وكندير النية في الله وربي يسر.
وشكرا. وتكلم لنا بعجالة عن الفيلم. الفيلم هو عبارة عن رحلة لشخصين كيدبروا الهواية تاعهم، انهم امل انهم مثلوا كيحبوا السينما، واخا قلت لك الطريق بعيدة يعني نالو وقفوا، واخا السيارة في الطريق ريدت يعني لقوا عراقيل في الطريق، والمسافة كانت طويلة ولكن وصلوا، ووصلوا لهذيك الموضع، ومفاجأة أنه لقوا أن الكاستيك ماشي فيلم طويل، فيلم قصير، ورجعوا بدلوا الواجهة ومشوا يبحثوا لكاستينغ آخر. والحياة هي هذه، تحت نور وتنور، بينت من بينت بينت فيه بطريقة خاصة، بأن المعاق وخا عنده إعاقة، وخا عنده واحد الأمل أنه يوصل، ويبغي يوصل بحلو، وخا كتقول له لا راه هذيك الطريق ما كتخرجش، يقول لك لا أنا نمشي خصني نشوفها واش تخرج ولا ما تخرجش. معاني ولكن العنان تاعو فيه خير، يعني يعتمد على راسه أكثر فأكثر. نعم. مروان، كيفاش تقبلتي الجائزة التنوير؟ كيما نقولوا هذه أول جائزة بعد ما جوج أفلام قبل كاستينغ، وكانت بالنسبة لنا فرحة كبيرة، ما تصورش مع الفرحة من جيت فارق الوطني، والفرحة ديال الجائزة كذا كانت زوينة، حسينا براسنا بلي درتو مجهود درنا مجهود، زادونا تشجيع بلي نقدو نزيدو نعطيو، لا من جيت سيمو نعيم يقدر يعطي في الإخراج، لا من جيتي أنا نقدر نعطي في التمثيل. وشكرا لمهرجان عندي فيلم اللي كانوا فيه أفلام مواضيع هائلة، نتاع الإحساس الداخلي كان. نعم. شكرا لك مروان. وهل هناك مشاريع مستقبلية مع أفلام ولا أفلام قصيرة؟ ضروري كاين مشاريع مستقبلية، من بين المشاريع أنا في طور تأسيس جمعية فنية، لأن كنت خدم شوية فرضي بزاف، والفرضي ما عاونيش ني تكون ديك جمعية قانونية وإطار قانوني. إن شاء الله يكون واحد العمل كبير، يكون واحد الدعم إن شاء الله، لأن ومن بين أعضاء المكتب كان راوي صاحب روايات كبرى، وكان شاعرة، وكان ممثلة مسرحية، وكان اندماج ما بين أشخاص في وضع إعاقة وأصحاء، وكان اندماج ما بين المرأة والرجل، يعني هادشي كلشي جمعته في جمعية واحدة، وفنية وذوي الإعاقة والمرأة والرجل، يعني كلشي جمعته في إن شاء الله، وغادي يكون الخير إن شاء الله. ان شاء الله انا نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. اذا سيد بن خلافة، شنو تقدر تقول ككلمة اخيرة للشباب عامة، والشباب خاصة في وضعية اعاقة، وكذلك المروان وعبد المنعم ضيفي هذا الصباح؟ غادي نبدا بمروان وهذه الجمعية ديالو، يعني اللي هي جمعية دامجة، كتضم المرأة، كتضم الرجل في وضعية إعاقة، في جميع الحالات، فهي محتاجين بزاف إلى الجمعيات هادو، ويتموا بالفن. كنتمنى له هذه الجمعية هذه التوفيق، وكنطلب من المسؤولين يعني الجهويين باش يعطيو لهذه الجمعية هذه الدعم من أجل الانطلاقة ديالها، وبأنه جمعية بحال هذه هكا تتعطي واحد
تتساهم في النمو الدامج ديال الجهة وبالتالي ديال الوطن، وكنضم الصوت ديالي ليه كذلك بالنسبة لإشارة المونديال. وكلنا مع وليد كاكي والفريق المحبوب ديالنا، وكنا غادي نديروا النية من هنا حتى النهاية ويكون كأس العالم مغربي 100% إن شاء الله. إن شاء الله. إذا شكرا لك سيد بن خلافة. شكرا للإذاعة الجهوية ديال الوجدة والمستمعات والمستمعين. شكرا. شكرا مروان الحضور. شكرا عبد المنعم. شكرا. نلتقي ان شاء الله في لقاءات اخرين مع اعمال جديده ان شاء الله. لمرحبا. اذا مستمعينا فاصل غنائي ونواصل بقيه فقراتنا.